قسطرة القلب، القلب والأوعية الدموية. إن الهدف من عملية قسطرة القلب هو علاج انسداد الشرايين وإعادة تدفق الدم إلى الأوعية الدموية والشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب. عند وصول المريض إلى المستشفى يقوم الفريق الطبي بتركيب الخط الوريدي للمريض، وضع المريض على جهاز مراقبة القلب، إعطاء المريض مهدئ لمساعدته على الاسترخاء. تبدأ هذه العملية بإدخال الطبيب إبرة خاصة في الشريان الفخذي للمريض، ثم يقوم بتمرير سلك خاص للتوجيه من خلال الإبرة، ويوجه بلطف من خلال الشرايين إلى القلب، ثم يتم سحب الإبرة واستبدالها بأنبوب مرن صغير. بعد ذلك يمرر الطبيب أنبوبة القسطرة المرنة على السلك لتصل إلى القلب. يحقن الطبيب صبغة خاصة في الشريان لرصد الانسداد باستخدام جهاز التصوير بالأشعة السينية يسمى الفلوروسكوب. بعد رصد مكان الانسداد يقوم الطبيب بإدخال السلك المرن في بدايته بالون خاص في الشريان وتوجيهه إلى موقع الانسداد، ثم يقوم الطبيب بنفخ البالون بشكل متكرر داخل منطقة الانسداد لدفع جدار الشريان ويعيد تدفق الدم داخل الشريان. في بعض الحالات يحصل المريض على دعامات داخل الشريان، وهي شبكة سلكية مصممة لدعم جدار الشرايين.